عندكم حق تشكوا فيا إن أنا ابن فايزة كمال، ما هو مش معقول القمر ده تجيب ده. بس يا جماعة أنا حالق شعري علشان بعمل دور في فيلم جديد، علشان كده شكلي متغير. طلع صورة لي معاها وهو صغير وكان قمر زي مامته الخالق الناطق، وأخته كمان قمرين، وده كله علشان هم ولاد مشكوك فيهم. هي دي حكاية يوسف وليلى ولاد الفنانة فايزة كمال. يا ترى ايه حكاية ولاد فايزة كمال اللي ظهروا على تيك توك؟ ويا ترى بيحبوا التمثيل زي مامتهم ولا الإخراج زي باباهم مراد منير؟ وايه اللي عمله محمد منير مع مامتهم قبل ما ترحل؟ هل سمحوا على الموقف ده؟ كل دي تفاصيل هقول لكم عليها في الفيديو ده. لما تكون امهم الموهبه الكبيره فايزه كمال وابوهم المخرج العظيم مراد منير، لازم نتوقع ان اولادهم هيطلع عندهم موهبه فنيه كبيره، ما هم من عيله فنيه ممتازه. فايزه كمال عانت من الكانسر والتعب سنين كتيره قبل رحيلها، كانت بتقف على خشبة المسرح وتخرج تروح المستشفى تتعالج. رحلت وسابت يوسف عمره 16 سنة وليلى 13 سنة، رباهم من بعدها أبوهم المخرج مراد منير وزرع فيهم الموهبة من صغرهم. يوسف طلع لباباه بيحب الإخراج وليلى طلعت لمامتها بتحب التمثيل. يوسف طلع للجمهور وراهم صورته على تيك توك مع أمه وقال لهم يا جماعة أنا ابن فايزة كمال، كل اللي بيسألوني يتأكدوا إن أنا ابنها علشان شكلي متغير كتير عما كنت صغير، بس أنا حالق شعري علشان بعمل دور مهم، ادعولي أنجح فيه. كمان ليلى أختي بتمثل زي ماما وتوقع إنها تبقى ممثلة شاطرة وهتكسر الدنيا الفترة اللي جاية. محمد منير اتهرب منها وتسبب في زعل كبير، وفي آخر أيامها طلبت تشوف محمد منير ورفض يشوفها. يا ترى منير رفض يشوف فايزة ليه مع إنها كانت من أعز أصدقائه؟ ولما سألوا منير بعد رحيل فايزة ما رحتش تزورها ليه رغم إنها طلبتك؟ قال عزيزة على قلبي وما استحملتش أشوفها بتتألم. فايزة عمرها ما كان ليها أصدقاء من الوسط الفني، كان كل أصدقائها من خارج الوسط الفني وكل اللي في الوسط مجرد زملاء لفايزة، واللي كانت أم بالدرجة الأولى، لا بتحب تحضر سهرات ولا حفلات ولا أي حاجة تخص التمثيل خارج إطار الكاميرا. كانت مكرسة كل حياتها لتربية ولدها والاهتمام بجوزها المخرج الكبير وبس كده. بعد رحيل فايزة كمال اضطرت بنتها تقوم بدور الأم لأخوها، قامت بكل الأعمال المنزلية وتحولت من طفلة عندها 13 سنة لأم واجبها ترعى كل اللي حواليها. طبعا كل ده أثر في شخصيتها وخلاها قادرة تتحمل مسؤولية من وهي صغيرة، بتسعى إنها تكون ممثلة شاطرة وبتشتغل على نفسها وبتدرس تمثيل وبتاخد ورش كتير. قلبه اتقطع عليها بعد رحيلها وكتب فيها رساء هز السوشيال ميديا كلها. مراد منير افتكر ذكرياته مع الراحلة فايزة كمال وقال دخلت المسرح اتفاجئت بالقمر الملاكي البريء في اول بروفا ليها، واول ما عيطت قلت لها فاكره نفسك سعاد حسني؟ انت هنا ممثله وبس وما بنطبطبش على حد. وتراهن هو والسعدني على نجاح فايزة في الآخر، كسب الرهان من السعدني وقال في مذكراته إنه هو مجرد ما شافها قال إن الحرية دي هتبقى في يوم من نصيبه. ما نقدرش ننسى أدوار فايزة كمال اللي أصبحت علامة مميزة في تاريخ الدراما المصرية زي المال والبنون ورأفة الهجان وأولاد الأكابر وأبو حنيفة النعمان ونسر الشرق والإمام الغزالي وغيرها من الأعمال الكتيرة وما بنقدرش ننساها. قدمت لنا مسرحية ما نقدرش ننساها زي الملك هو الملك ولولي. بس بعد المشوار ده وظهور ولادها على تيك توك، تفتكروا سامحوا محمد منير انه ما راحش زار مامتهم قبل ما ترحل، ولا دي خلاص حكاية وعدت؟ شاركوني برأيكم في الكومنتس.